المناسب أن نتحدث عن الوقت، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ولأنه ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الماضي لا تملكه لأنه مضى، والحديث عنه مضيعة وقت لأنك لن تستطيع إرجاعه، ما مضى فات، والمؤمل غيب لا تملكه. اجعلها طلب معرفة، اجعلها عمل صالح، اجعلها عبادة، اجعلها نصيحة، اجعلها أمر بالمعروف، اجعلها نهي عن المنكر، اجعلها حركة نحو خير الناس، لأن الدنيا ساعة. لذلك قالوا: أنت بين خمسة أيام، يوم مفقود الماضي، ويوم مشهود الحالي، ويوم مورود الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود. بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث عنه، ويوم مشهود هو أخطر أيامك، الساعة التي أنت فيه، ويوم مورود الموت، يوم موعود يوم القيامة، يوم ممدود إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك أنت من أنت أيها الإنسان؟ أنت زمن، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. انظر إلى ساعتك، كلما تحرك العقرب ثانية واحدة قربك من النهاية، النهاية صفر، النهاية تنهي كل شيء. القوي يموت والضعيف يموت والطاغية يموت. يعني الإنسان قد يقول: عمري 60 عام أو 50 أو 40، هذه الأعوام كيف مضت؟ يقول لك: البارحة كنت طالب بالابتدائي، الآن بال60. فإذا مضت ال60 كلمح البصر، في الأعم الأغلب السنوات الباقية تمضي أيضاً كلمح البصر. فجأة كتبت النعوة، فجأة كان شخصاً فأصبح خبراً، فجأة وضع في النعش، فجأة وضع في القبر. وقف أهله للتعزية، بعد شهر شهرين ثلاثة نسي هذا الرجل، وعاشوا حياة يومية وكأنه لم يكن. فإن أمضى حياته في طاعة الله لا يعنيه ما الذي سيكون. التفكير بالموت أيها الإخوة ليس تشاؤماً أبداً، لكن له وظيفة إيجابية. التفكير بالموت يجعلك على الصراط المستقيم. الوقت أخطر شيء في حياتك، هو أنت، بل هو وعاء عملك، بل هو رأس مالك الوحيد، ولا تملك غيره. لذلك هذا الوقت يمكن أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً. لذلك ما هو الذكاء؟ قالوا: الذكاء هو التكيف مع أي شيء، مع أخطر حدث في المستقبل، إنه الموت. يعني صور بيت 5 غرف، صالونات، غرف نوم، استقبال، مطبخ، حمام، حديقة، مركبة، مكتب تجاري. صور هذا الوضع ينتهي ب70 سنتي ب180، تراب تحت الأرض فجأة. لذلك أيها الإخوة، انفاق الزمن انفاق استهلاكي كما ترون. الناس يعيشون لحظتهم فقط. لذلك أما المؤمن ينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، يفعل في الوقت الذي سيمضي عملاً ينفعه بعد مضي الوقت، يفعل في الوقت الذي سيمضي سريعاً عملاً ينفعه بعد مضي الوقت.
حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم استقامتك، بحجم تضحيتك، بحجم انضباطك. فلذلك الذي المؤمن ينفق الوقت إنفاقا استثماريا، وتزداد عملا صالحا ترقى به عند الله، وتزداد به دعوة إلى الله، وتزداد صبرا على طلبك للحقيقة وعلى عملك وفقها وعلى دعوتك إليها، هذا اليوم رابح، وما سوى هذا اليوم خاسر، لأن الأيام تمضي سريعا. ما معنى الخسارة؟ قال لأن مضي الزمن يستهلك الإنسان، مضي الزمن يستهلكه. إذن هو الوقت، كيف مضت هذه السنوات كلمح البصر؟ لذلك ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفته المنية وكان محسن كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده.